هاي مش بدك اللي ذبحوه ما بدني ذبحوه ولا بدني ما بس ما بعتش او حد ذبحه ما بعتش شيء والله حرام ما بعتش عبد الله ده بعت شيء لسه هاي شو الجراح عبد الله ده بعت شيء زي يقول لي يا عبد الله حتى الثاني الشيء مش مستني عبد الله ما يكون ما تسكروا والله يا عم انا كنت من عند عصفور للبنا غير كل عند جنبه يا مدري يا كلها كلها بتتكسر كل السوق انا مش فاضي اللي قاعد في انا جيتك ليه من الشكاوى والله اليوم اقسم بالله اول يوم اليوم اول يوم نستحي اليوم اول يوم نستحي بدنا نعيش يا عم ناكل ونشرب يا ابن ناكل ونشرب يا بالغلط ما بتشرب بيعش ايش غلط ممنوع ختم ممنوع فيه لحم مخصوم ومحفوظ ها ليه شو حكيت في غلط انا خلص انا ولا انت انا ما عاد تبيع وتشتري انا حاكي معك العالم تتسبب يا عمي معلش ما انت مواطن مواطن طيب تاكل شيء مش عارف شو مصدره ما انت صرتوا علينا المواطنين شو اعمل انا مؤسسه خلص ودوها لاصحابه يا عمي مش خالصين وديها لصاحبها لما نجي نفتش بقول لك حرام والله وديها لصاحبها دق على صاحبها وديها لصاحبها جيب صاحبها روح 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 جيب صاحبها لأنه يعني كلام مش منطق لو منطق تحكي والله لحط حراسي هاي صح لا حول إذا مو واحد جاب لك ريحة لحم طالعة تخذ تأخذه بحكي صح ولا غلط بس بدك أنا بدي أختار الزق أنا ما بدي أبيع لحم مش معروف شو هو بقرة ميتة بقرة قايمة ما أنت جايب الناس تستفيد مش عليك أنت على الناس اللي قاعدة هي تذبح وتجيب يعني هالسوء يا رجل والله بقى انت كلامك 100% بالله عليك بالظروف هاي مش الناس قاعد تستغل شد لك يا حبيبي انا كيف والله مستغلين قسما بالله العظيم قاعدين يجيبوا لا سمح الله لحم وكذا وايش يبيعوا بدنا اياه يكون مختوم بدنا اياه يكون معه فواتير بدنا اياه يكون مرتب مبرر حتى المواطن ياخذ شغله كويسه مو بيدفع مصاري قاعد فقط لا غير تقوم المؤسسه العامه للغذاء والدواء بكافه انحاء المملكة من خلال فروعها إقليم الوسط والشمال والشرق والجنوب بعمل جولات تفتيشية على المؤسسات الغذائية التي لا سمح لها بالفتح وبيع المواطنين للتأكد من صحة وسلامة جميع هذه الأغذية المتواجدة في داخل هذه المحلات للتأكد من صحتها وسلامتها وتواريخ الإنتاج وكذلك حفظها وتقديمها وتداولها للإخوة المواطنين بحيث نضمن أن لا يكون هناك أي مواد منتهية الصلاحية أو محفوظة في أماكن غير مصرح لها أو غير أماكن التي عدت لها وبذلك جولاتنا بتكون على مدار الساعة خلال عمليات تداول هذه الأغذية من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 6 مساء.